يا سبب اريد السبب، شنو اللي سواه؟ لمجرد أنه لم يدفع الأتاة فكان مصيره القتل. هذا ما حصل للشاب رائد الكاسب والكادح من أجل عائلته وأطفاله الذين تركهم بلا معيل في حادثة هزت الأوساط الشعبية في قضاء المدائن أطراف بغداد. اتفقوا يا على شغل ولا ما تتفقوا يا على شغل؟ نكت لك والله العظيم بالني سمعتهم باللي خابروه، نايم قاعد وخابروه وفاتح الحاكية وراح الصبح وصحيح ثلاث ساعة بالعشرة ونص. اللي يتم جهالي وظلمني وظلم أهلي، ظلمنا كنا وما قلت له عمود المال لا تنزل لنا وتنطينا من فلوسك وتعبك، لو أنا قلت لك يوم يهددونه. يتخوف السكان من وجود مجاميع متنفذة تجمع الأموال بطرق غير شرعية من أصحاب سيارات الحمل مقابل مزاولة الأعمال، فيما يناشد آخرون بضرورة فرض الرقابة الأكبر على التحقيقات والاعترافات التي تعرضت للتغيير والحذف. يا أهل يتخيل اللي هم عندهم مصطات وتنفيذ بالدولة ويطلع أي واحد نكضه نوصله للدولة بس يصعد مرافعة يطلع بدون حضورنا طلعوا مرافعة واحدة ويطلع. هذول المتهمين الأربعة طلعوا وهذا عادت محكمة بيه. وتناشد عائلة الفقيد القضاء العراقي بحسم دعوة الفقيد رائد وحمايتهم من الضغوطات التي قد تجبرهم على تغيير الحقائق وإفلات الجنات من العقوبة. للشرقية نيوز خطاب عادل بغداد.